هل نفرط اليوم كسوريين بالأمل بالتفاؤل ونحن نتابع السويداء؟ في كتير سوريين عندهم خوف أنه يتفائلوا كتير، شو رأيك؟ يسعد لي مساك حبيب قلبي قصي، شو أخبارك؟ طمني عنك، أنا مشتاق لكم كتير. شكرا لأورينت اللي عالدعسة عالدعسة. لا حبيبي، هلا بحقلنا نحن نتفائل، كل مره كنا نتفائل بجوز كنا يعني ما نكون قد هذا التفاؤل، بس اعتقد والسوريين الاحرار بعتقد هالمره حقنا كثير نتفائل، والامور مفتوحه رايحه باتجاه شيء مفتوح، ابدا مو انه 3 4 5 ايام. ليش هي المره بحقنا اكثر؟ حدس وإحساس. واليوم السويداء قالت كلمتها، يوم حكمة الهجري، منوجه له ألف تحية للشيخ حكمة الهجري اللي يعني خلينا نحكيها هيك بصراحة، دائما كانت مشيخة العقل تبارك هذا الموضوع لكن ما تطلع تصرح بالسويداء. عم بحكي أنا حصرا، فيطلعوا الناس يصير في بعدين هي خليني أقول المفاوضات ما بين النظام وتعريصاته وما بين مشيخة العقل. هالمرة مشيخة العقل قالت كلمتها، وهذا كتير ضروري نحكي الأمور بمسمياتها يعني. وبالتالي هذا التفاؤل، الناس طلعت اليوم، الفيديوهات اللي عم توصلنا واللي عم نشوفها واللي عم تمشوها انتو كأوريان، الناس خلصت، أحطت لشيء اسمه حزب بعث، أحطت لشيء اسمه يعني تسكرت. هلأ قلوبنا عند الناس، لا شك قلوبنا عند الناس، نحن بنعرف هذا النظام هذا قديش مجرم، لكن حساسية هاي المنطقة يعني عم بحكي أنا بجغرافيتها بطائفي بمكان الجغرافي والطائفي كدروز، عم بحكي أنا اليوم يعني بمعنى مو بشكل طائفي مذهبي كمكون من مكونات سوريا حتى. بالضبط، شكرا لك، صلحت لي المصطلح. ما بيقدر النظام اليوم يخوض ويعمل مثل ما عمل بالحولة، مثل ما عمل بكرم الزيتون، مثل ما عمل بالبيضة، وهلا اذا بدنا نعد له مجازره لهذا النظام التافه من هلا، منبلش هلا ما منخلص لوش الصبح. وبالتالي اليوم منشد على ايد اهل السويداء، اهل الرجوله والكرامه، الحقيقه هذا ابدا مو بيع كلام، ومو ابدا مو تجيش، هن هيك